السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل الإخوة والأخوات داخل الجزائر وخارجها، تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. حبيت باش ندير تعليق حول الانتخابات التشريعية، ربما منكم من ينتظر على جل باش نعلن الموقف نتاعي فيما يتعلق بهذه الانتخابات. وربما كاين منكم اللي ربما يحب يستفاد من الوجهه نتاع النظر تاعي سواء من الناس اللي راهم يشتغلوا في وسائل الاعلام او من المواطنين العاديين او من المعارضين اللي راهم كاين منهم اللي راهم هما مازال ما المواقف وبالتالي حبيت باش ندير هذا التسجيل هذا نعلم فيه الموقف نتاعي من هذه الانتخابات أه حبيت باش يكون الموقف نتاعي شخصي حتى باش هكذا كل واحد كيف ما يقوله في البلاد كل شام مع القبر جلها أه الموقف نتاعي من الانتخابات السابقه كنت اعلنت عليه الموقف نتاعي من هذه الانتخابات نفس الشيء كنت اعلنت عليه في تسجيلات سابقه ولكن لا باس هو انه نذكر آه الاخوه والاخوات كلكم تعرفوا باللي آه ماهيش هذه الانتخابات الاولى والنظام ماهيش هذه المره الاولى اللي راهو يشرف عليها الانتخابات بالتالي منطقيا وحسابيا انت لما تدير عمليا تاع واحد زايد واحد وش هي النتيجه اللي راك راح تلقاها راك تلقى اثنين لما انت تغير العمليه الحسابيه دير واحد زي ثلاثة رايح تلقى ربعة درك حنا بالمنطق وبالعقل يا هل ترى النظام في البلاد تغير يا هل ترى الممارسات نتاع النظام تغيرت يا هل ترى حتى الاشخاص تغيروا درك بوتفليقة راهو كان في 99 بوتفليقة راهو كان في 2004 بوتفليقه راهو كان في 2009 بوتفليقه راهو في 2014 بوتفليقه راهو في 2017 واش هو اللي تغير بن صالح هذا راكم شفتوه منذ الانقلاب تاع 92 وهو راهو كان في البرلمان دوك راهو في مجلس الامه هذا جمال بن عباس ولد عباس هذا راكم شفتوه كان موجود في هذاك المجلس الانتقالي اللي داروه لما الغاو الانتخابات الشرعيه في 92 راهو درك الان راهو على راس الجهاز تاع فلان واش هو اللي تغير قولوا لي برك يرحم والديكم واش هو اللي تغير تغيرت السياسه هاو تغير الدستور هاو تغير الدستور شحال من مره يا يعني هل ترى المشكله في البلاد هي مشكله قانونيه هذا البرلمان هذا واش هي المهمه نتاعو قولوا لي يرحم والديكم بلاك ربما ما نش نفهمه وش هي المهمة نتاع النائب في البرلمان وش هي هذه المهمة نتاع البرلمان هذا المجلس الشعبي الوطني وش هي المهمة نتاعو يا هل ترى هي مهمة تنفيذية فهمونا ترى يا رجال القانون فهمونا ترى يا رجال السياسة فهمونا يا اللي تعرفوا هذا البرلمان هو سلطة تشريعية في القوانين اللي دايرينها في العالم راه يكون استثناء في البلاد حتى هذه السلطة ما عندهاش صلاحيات مثل ما راها موجودة البرلمانات في العالم كش ما شفتوا مرة واحدة رئيس هذا الجمهورية بين قوسين شفتوه في البرلمان المشكلة ما هيش قضية نتاع قوانين ولا حتى قضية نتاع صلاحيات حتى حتى قضية نتاع صلاحيات كلكم على بالكم باللي الان راه موجودة عند رئيس الجمهورية يعني برلمان يقدر يحلو باستيلو ما عنده حتى والصلاحيات مش يعني حتى القوانين هذيك في الاغلب نتاعها يجيبوا فيها من عند عند الحكومه والحكومه راكم على بالكم بها باللي راها رايحه تطبق في برنامج دائما يسموها برنامج فخامه الرئيس الان راكم تشوفوا في فلان على مستوى 48 ولايه موجود عنده القسمات وعنده المحافظات وعنده الاتحاديات على مستوى الدوائر واش رايحين تنتظروا؟ رايحين تنتظروا من حزب اللي ما عندوش مراقبين في مكاتب نتاع التصويت هو يفوز بالانتخابات واش رايحين تنتظروا؟ النتيجه راها هي الحاج موسى موسى الحاج ما كان حتى حاجه راح تتغير في البلاد وحتى اذا كان يعني هذا فرضا حتى اذا كان راه هذه اللي راهم يسميو في رواح المعارضه هما هذو راهم المخطط بان تاع النظام بلوم بي نتاع النظام حتى اذا كان هذو هما اللي راهم هما زعما قال راهم فازوا بالانتخابات ومن بعد وشكلوا الحكومه ومن بعد ما شكلوش الحكومه في تونس نتاع هذو حركه النهضه وين راهم ما كانوش يشوفوا فيهم ما فازش هذا واسمه مرسي ودار حكومه في مصر وين راهو مرات انا نشوف في هذ الناس هذو ما على باليش كيفاش راهم يخموا ما على باليش ما على باليش كيفاش راهم اسكو عندهم عينين من القدام ولا عندهم عينين جايين من من, من وراء روسهم هذه الصدمات هذه الحروب المشتعله مازال ما, ما فاقوش مازال ما عرفوش المسألة ما هيش مسألة نتاع قوانين والمسألة ما نتاع صلاحيات حتى المسألة هي مسألة نتاع إرادة والقضية نتاع الجزائر راكم كلكم على بالهم بها المشاكل نتاعنا ما هيش فقط هي جاية من الداخل الجزائري كاينة مشاكل مرتبطة بجهات خارجية وبالتالي الانسان اللي راهو ينتظر من انه راهو رايح راهو رايح يحصل تغيير في هذه الانتخابات التشريعيه هذا لازم يروح للطبيب الاخوه والاخوات القضيه ماهيش قضيه نتاع برلمان ولا قضيه رئاسه ولا قضيه حكومه ولا قضيه ولايات القضيه هو انه مع الاسف الشديد قلتها كتابة وقلتها بالصوت وبالصوره عشرات مئات المرات من انو هذه المشاكل هي راها متراكمات تراكمات سلبيه ورثناها عن طريق الانقلابات وعن طريق التصفيات الجسديه ورثناها عن طريق هذه السياسه الخاطئه اذا كان حبينا فعلا هو اننا نغير في البلاد فلتعلن قطيعه قطيعه مع هذه السياسات الفاسده، قطيعه مع هذا الاجرام، قطيعه مع الرشوه، قطيعه مع الكذب، قطيعه مع الغش، قطيعه مع التزوير، قطيعه مع الدناءه، قطيعه مع الرداءه، قطيعه مع كل الاشياء اللي راها دات البلاد لهذه النتائج. اذا كان راك رايح انت تمشي انت راك انسان مواطن صالح يا سيدي كما قالها شو اسمو خونا تاع سطيف هذاك الله يرحمه مايدي انت راك مواطن صالح وموهوب وراك رايح تدخل انت في وحل واش رايح انت تغير فيه يعني انت ذكرك راك رايح تدخل انت في مستودع انت جريس وانت لبس قندورة بيضاء واش رايح تغير فيه راك رايح تدخل ثم راك رايح تتخمج المؤسسات الاخوة والاخوات كلها موبوعة ما كانش قطاع راه سالم يا سيدي اذا كان هذا القطاع نتاع الشؤون الدينية اللي راه وصلت فيه الرشوة واش راحين تنتظروا انتم من القطاعات الاخرى واش راحين تنتظروا الرياضة موبوعة الاقتصاد موبوع السياحة موبوعة الفلاحة موبوعة كل القطاعات في البلاد مع الاسف الشديد موبوعة القطاع نتاع الجيش راه موبوء بالفساد ومن قال لكم عكس ذلك فهو انسان منافق وكذاب والله في احسن الحالات ما يعرفش الجيش قطاع نتاع الجيش موبوء بالفساد والفساد جاي من ثم الفساد الكبير كله جاي من القطاع نتاع الجيش لا شك هو انه فيه ناس راهم ما يخدموا في بلاد لا شك هو انه فيه رجال كما قالهاش بومدين ربي يرحمه خدامين حزام راهو خدام جنرال تلقى راهو عنده الدويره كما ايها الناس بالك تلقى كاين مرات تلقى واحد حارس بلدي اكثر من جنرال كاينين رجال خدامين وهذو موجودين في كل مكان ولكن القاعده اللي الان راه موجوده هو انه الفساد عم فساد اخلاقي فساد سياسي فساد اعلامي في كل المجالات راه موجود الفساد بالتالي الاخوه والاخوات ما تنتظروش هو أنه راه رايح يحصل التغيير التغيير لن يحصل مع هذه العقليات لن يحصل مع هذه السياسات كما قلت لكم في البداية هو أنه دير واحد زيد واحد راك رايح تلقى نفس النتيجة نفس الوجوه هني يعني كنت نعدد لكم في بعض الأسماء نفس السياسات تروحوا دروك حتى للناس اللي راهم يحرصوا في الانتخابات هذه في البلديات راكم تعرفوا الدوائر وهذه المسائل هذه نفس الاشخاص اللي من بكرهما هما يعيطوا لهم يروحوا يحطوهم ثم هما المراقبين وهما رؤساء تاع المراكز وكذا المسائل اذا راها مخدومه نفس النتائج راكم تحصلوا عليها هذه هي اذا كان حابين هو انه يكون هناك تغيير لابد هو ان تعلن قطيعه قطيعه نهائيه مع هذه العقليات مع هذه السياسات الخاطئه راكم شفتوا هذه الارتجاليه واش درتنا شفتوا في وقت سابق كانوا بعض الناس اللي هما ينتقدوا بمدين ربي يرحمه ويقول لك باللي بومدين صح احنا نعترفوا باللي راهو دار مؤسسات نعترفوا باللي دار جيش ونعترفوا باللي راهو دار اه مصانع مثل المصنع نتاع الحجار ودار جامعات مثل جامعه باب الزوار وجامعه الامير عبد القادر نعترفوا ولكن يقول لك باللي بومدين ما بناش الفرد يا نفس الشيء راهو درك يا سيدي مع انه لا مقارنه بين بي بين بومدين وبوتفليقه لا مقارنه خلاص بومدين ما ما عنده حتى مقارنه بوتفليقه ولكن هاو بوتفليقه ثاني راهو دار لكم واسمو الطريق السيار وهاو دار لكم المسجد الاعظم وهاو دار لكم كذا ولكن شوفوا للمواطن الجزائري شوفوا للمستوى نتاع الطلبه الجزائريين شوفوا المستوى نتاع المواطن الجزائري تشوفوا فيهم لذلك الاخوه والاخوات برلمان اللي كان هو كان يجيب ربح بيطاط البرلمان صار يجيب في طليبة راهو في العهد الثانية نتاعو برلمان الحزب الواحد حزب الواحد اللي كان هو يجيب في شخصيات والحزب الواحد حزب الواحد اللي كان يجيب شخصيات وين راه طرحت بين انت هذ الناس مع احمد طالب ومع مهري ومع محمد صالح يحياوي ومع حمروش ومع ذيك, ومع ذيك ومع ذيك ومع ذيك شخصيات كبيرة في الحزب الواحد وين راح يبانوا هذ الناس هذو كي كامل هذ الاحزاب هذو كامل كامل كي كامل ما يجيبوش شخصية واحدة من الناس اللي كانوا في الحزب الواحد إذا ورانا رايحين الإخوة وين رانا ماشيين فساد راه ضرب الاطناب تاعو في كل القطاعات واش راح تنتظر انت من قطاع انت ثقافه اللي عينلك عليه وزيره ما عندها حتى علاقه بالثقافه واش رايح تنتظر انت من وزاره انت تربيه يعينولك فيها وحده ما عندها حتى علاقه بالتربيه واش رايح تنتظر انت واحد في قطاع رياضه ونتاع شباب يعينولك واحد ما عنده حتى علاقه بالموضوع اذا الاخوه والاخوات النتائج هذه راها منطقيه تلحقوا لها وذرك ذرك هذا الاحتقان اللي راه موجود المواطن الان راهو سيستيماتيكي راهو رايح يقاطع ما يحتاج لا توعيه ولا يحتاج هو بروباغوند ولا يحتاج هو اسمه مقاطع لانه صار لا يعبا من كثره الاستبداد من كثره الغلق من كثره لا اريكم الا ما ارى كل هذه النتائج السلبية اللي راكم تشوفوا فيها عند المواطن الجزائري كلها ما صنعت أيديكم هذا الفساد وهذا الرداء وهذا الملهات اللي راها موجودة عند الشعب درك المواطن صار لا يعبأ لا يعبأ بالشأن العام اختراسه وضرب هذه المسائل ما جاتش غير هكذا كلها جات نتيجة سياسات خاطئة لذلك الإخوة والأخوات باش ما نطولش عليكم كثير. درك راكم تشوفوا راه عندكم كيما نقولوا معاينه للشيء اللي راكم تشوفوا فيه. درك إذا حبيتوا على جل باش يكون هناك تغيير حقيقي في البلاد، التغيير ما يديروش واحد وحده، حتى إذا توفرت عنده نقولوا خصال ولا توفرت عنده مزايا. واحد الواحد وما يقدرش حتى اذا عنده الاراده السياسيه وراه يحب يغيره لانه مساله ماهيش قضيه نتاع قرار قرر ولكن القرار تاعك لا ينفذ قرر ولكن واحد ما يسمعك شغل واحد عيط في واد هاكم شفتوا ها هو بوتفليقه وها كاين بعض القرارات اللي راهو دارها ما تنفذش لانه راهو كاين دوله داخل دوله رانا قلناها درناها تحدثنا عليها في وقت سابق في الموضوع هذاك اللي درناه على اذاعه وطني نتاع الدول العميقه دولة دخل دولة وزير عنده وزير يخدم معاه الوالي داري له قطاع قائد القطاع العسكري معاه وكل واحد داري له ضابط راهو يخدم معاه دولة دخل دولة لذلك هذه واحد وحده ما يقدر لهاش هذه لازم لها وعي ولازم لها ثقافة ولازم لها خدمة طويلة ولازم على الشرفاء داخل الجيش وداخل الشرطة وداخل الدرك هو أنه يتعاونوا مع الشرفاء اللي راهم خارج البلاد ولا اللي راه في الداخل ويخدموا كلهم من اجل الجزائر ومن اجل الاجيال القادمه لانه البناء نتاع البلاد بطريقه عصريه البناء نتاع البلاد من منطلق هذه المبادئ اللي نظلوا من اجلها الشرفاء في الجزائر ونظلوا من اجلها الشهداء والمجاهدين هذه ما تجيش بين عشيه وضحاها صحيح هو انه كاين هناك مؤسسات هياكل موجوده ولكن هذا التكوين نتاع المواطن الواعي المواطن المثقف المواطن اللي يقبل غيره المواطن هذاك اللي يتمتع بالمواطنه هذه لازم لها خدمه خطر عليه الفساد راهو درك صار الانسان اللي راهو درك هو موش فاسد صار كشغل ندره في هذه البلاد ما من صارت الناس ما تامنش تقول له انت فلان هذاك والله انسان شريف وغير انسان خدام يقول لك انا والله ما تخليش في راسي هذه اودي الناس كلها بيعتها مع انه الواقع يعني لا يقر بذلك كاينين كاينين رجال مخلصين موجودين في كل القطاعات ولكن في المقابل كاين الفساد موجود في كل القطاعات لذلك الاخوه والاخوات اذا كان فعلا حبين هو انه هناك يكون تغيير المقاطعه بدون طرح بديل راها مشاركه في الفساد كل انسان اللي راه مقاطع بدون ما يطرح بديل كل انسان اللي راه مساند كل انسان اللي راه هو لا يعبأ كلهم راهم مشاركين المقاطعة لازم لها طرح بديل والبديل اللي قلنا عليه هو أنه لازم يكون هناك مشروع مجتمع جديد وهذا المشروع نتاع المجتمع الجديد اللي رانا عنه سنوات ونحن نناضل من أجله وندعو كل الشرفاء والمخلصين هو أنه تعلن قاطيعة نهائيا مع سياسات نتاع الماضي لازم إطارات جدد مش موبوئين بالفساد وإلا ترك راح تجيب ناس بالفساد حتى يكون عندك مشروع ما على باليش انا وش يكون راك رايح تلحق نفس النتائج لازم وجوه جديده عقليات جديده سياسه جديده ثقافه جديده من بعد الناس تخدم شيئا فشيئا على جال باش فيما بعد تمنع البلاد من هذا الانفجار اللي راه الملامح نتاعو راه غير زايده تكبر لانه هذا الناس راهم يغلقوا في الطريق من خلال تيئيس الشعب ومن خلال فرض سياسه الامر الواقع اذن الاخوه والاخوات البديل هو مشروع تاع مجتمع جديد نحن ندعو ولازلنا من اجل عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج وفيما بعد يناقش هذا المشروع نتاع المجتمع داخل هذا المؤتمر في الداخل وفي الخارج تناقش الـ الـ المعالم نتاعو ولا الخطوط العريضه نتاعو، فيما بعد لابد على الشعب من خلال المؤسسات نتاعو هو اللي يشارك في صياغه النهائيه نتاع هذا المشروع نتاع المجتمع. قطاع نتاع التربيه، قطاع نتاع الصحه، قطاع نتاع الطاقه، قطاع نتاع الرياضه، قطاع نتاع الدعوه، قطاع نتاع الاعلام، قطاع نتاع كل كل القطاعات هي انها تشارك في صنع وتجسيد هذا المشروع، لكن في البداية هو أنه لازم رجال مخلصين اللي هما يمشيو في مرحلة انتقالية، وأنا من رأيي كنت قلتها في وقت سابق إذا أنت وطني لما كنا ندير الحوارات من أنه هذا لابد من تجميد هذا العمل الحزبي، نجمدوه يا سيدي لمدة معينة، قال خمس سنين والله والله وكذا، نجمدوه. تجميد يبقى العمل السياسي هذه لازم تفرقوا بين العمل الحزبي والعمل السياسي يبقى العمل السياسي كشخصيات سياسيه هكذا الواحد يتناقش معاهم الله يتحاور معاهم الله يتشاور معاهم ولا كذا لكن العمل الحزبي لازم يتجمد في هذه المرحله على جل باش نمنعوا البلاد هذو اللي ساهموا في الفساد على الاقل استحيوا سيدي اجب دور واحكم الهي. لانه اذا انفجرت الامور راهو المصير تاعكم مصير القذافي أراكم ستسحلون في الطرقات، هاني يعني قلتها والتسجيل تاعي مسجل، ستسحلون في الطرقات، وهذا الناس اللي راهم يدعموا في جهة ضد جهة داخل الجيش نفس الشيء، راكم تدفعوا في الجيش إلى الإنقسام. نحن ندعو كل المخلصين، كل الشرفاء داخل الجزائر. والناس الناس اللي راهم موجودين في الخارج هو انه لا بد هو انه تتلاحموا لا بد هو انه تقدموا بديل ولا بد هو انه تظهر بعض الطاقات وبعض الكفاءات على جال باش تلقى الناس فيما بعد تلقى الاطار اللي تتحرك فيه وحتى هذا الناس اللي راهم داخل الجيش وداخل الشرطه وداخل المخابرات وفي كل القطاعات من الشرفاء والشريفات هذو فيما بعد يلقاو لما هما يلقاو البديل ويلقاو ناس نظاف ويلقاو رجال مخلصين وحابين يخدموا البلاد ولما لا هو انه يلتفوا حولهم ونمنعوا البلاد ولكن نخموا في المستقبل نتاع الاجيال مش في السلطه السلطه راني قلت لكم واحد واحد ما راه قادر هو رايح يمنع هذا الـ الـ الانفجار اللي راه رايح يجي واحد ما يقدر له لازم عمل جماعي وفيما بعد ربي هو اللي راه رايح هو يكمل إذا كان خالصة النوايا وفيما بعد كانوا فيه ناس صادقين فيما بعد ربي راه رايح يكمل أما في إطار هذا الدعم نتاع الفساد هذا ذرك الناس اللي راه مشاركين هذا راه من البرشوك نتاع النظام كل مقاطع بدون ما يطرح بديل كل المساند اللي راهو يسند في الفساد وراهو زايد يمدد في الازمه كي هذ الموالين اللي راهم هما هما راهم مع هذا النظام اذا كل هذ الناس راهم هما مجتمعين راهم يخدموا في النظام درك لابد هو ان تكون قطيعه ولكن بطرح بديل هذه المداخلة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته